الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من كل من عليها فان كل من عليها
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ
وتركنا
فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من
ورفعنا لك ذكرك
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء ساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون
الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.